عن الطبيعي. الطبيعي هنا المفروض بنتكلم في كام تقريبا؟ انا رانيا انا هاجي لك في السؤال ده عشان انت عامله مبادره بلاها نيش وحاجات ما تلزمنيش، كويس؟ لو احنا لغينا النيش والحاجات اللي ما تلزمنيش، المفروض التكلفه الكليه لشخص او شاب بيتجوز تقريبا قد ايه؟ هما بيتكلموا في التكلفه اللي هي حوالي مليون او نص مليون، دي بالشقه بالفرح بكل حاجه. فدي لو فصصناها هنلاقيها يمكن اقل من العادي شويه، لانه اقل شقه النهارده في مكان متوسط سعر المتر فيها بيبدا من 2000 ل 3000. انت لو بتتكلمي في شقه 100 متر مثلا، هي هتستلميها على الطوب بتتكلم في 300000، 250 هتتشطب وهتخلص هتخش لها في 400000. فلو بتتكلمي في 100000 هتجهزي بيهم وتعملي فرح وتعملي كل ده، فيبقى مبلغ مش عالي. او ممكن حد يلجأ للايجار يعني لو ظروفه، مش كل الاهالي بتوافق، يعني مش كل الاهالي بتوافق لسبب، لانه هو بيقول لك هتفضل بنتي تاخد فرشها وتتنطط من شقه لشقه، ما فيهاش امان يعني. ما فيش امان، استقرار، ما فيش استقرار، حاجتها بتتدمر، فرشها بيتدمر وهي عروسه. انه فعشان كده الاهالي كلها بتشترط شقق تمليك. طب انت مقترحك هنا او المبادره دي انك عايزه توصلي للناس يبقى في تغيير في الثقافه، ان انا اجيب الحاجات الاساسيه اللي لازماني ونستغنى عن اللي ملوش لازمه. بالظبط، ان انا الجا للحاجات الاساسيه وفي بيتي اعمل اللي انا عايزاه. يعني لو مستوايا اتحسن بكره وبعده، ما انا بفضل اجيب في بيتي، مفيش حد بيفضل محدش بيقف. يعني انا مش بقف عند اللي جبته حتى وانا عروسه، بس هي الفكره انه مش بكلم الناس اللي معاها، يعني كل واحد ومقدرته زي ما قلنا من شويه، بس بتكلم على اللي بيضغطوا بعض بزياده عن اللزوم، بيعصروا بعض علشان يراضوا الناس. اصل فلانه بنت خالتها جابت ايه، بنت خالتها جابت مش عارف قد ايه، فلازم تبقى هي اعلى منها شويه. عارفه اللي هو في ليفل لازم ابقى اعلى منه، انا هوصل لليفل اعلى شويه، وداخلين ونقعد نوصل لليفل فوق ليفل، وداخلين جيم ما فيهوش وحش، يعني داخلين جيم ملوش قفله. احنا كنا لسه بنتكلم على فكره قبل ما نطلع، كنت بتكلم انا وزيراني في الموضوع دوت. العمليه عملت مباراه بالظبط، دي بنت خالتها جايب لها شبكه ب 50000 جنيه، هي مش اقل من بنت خالتها. انا بنتي مش اقل منها بالظبط، انا بنتي مش اقل من بنت فلان، انا بنتي مش اقل. في جوازات فعلا يعني حقيقي يعني بيختلفوا في 2000 جنيه مثلا، والجوازه كلها. انا لسه كنت بتكلم معاهم قبل الهوا، في حطيت بوست قبل ما اجي الحلقه على الفيسبوك، اكتبوا لنا اسباب الاسباب اللي باظت عشانها جوازات، سواء ماديه او ايا كان. في جوازه باظت عشان ايه يا محمد؟ عشان شاريمو. لا ما تهزروش، والله العظيم انا قلت لهم هاتوا البوست ده واعملوها سكرينات، يعني انا دخلت البوست اتخضيت. لا ده حاجه صعبه. هي بتتكلم في جوازه باظت على فكره. ده جوازه باظت بجد. لا انا اعرف بقى اتنين اتطلقوا عشان خاطر كوبايه نسكافيه. ما شاء الله. لا خير ان شاء الله. لا ده احنا ترجعي، لان المشكله مش ماديه بس، المشكله ان الناس دي بقى بتكرهنا في الجواز. يعني انت عايز تتجوز ولا مش هتجوز؟ لازم تاخدي المباراه بنفسك.